بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بحضراتكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الثاني عشر الخاصة بفئة الزمول المهجنات الأصايل، مسافة 6 كيلومترات الحاضرة مع انطلاقة هذا السن. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى، ومع الشبابي سلطان بن سالم بن علي العرياني من يقدم لنا الشبابي على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني الأصفر خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري قادما على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول هنالك والانطلاق والتحديات مع سياف لسيد كردوس بن محمد بن سالم العامري من يقدم لنا سياف على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع قناد خالد بن ناجي بن صالح بن سالم من يقدم لنا قناد على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، لنتابع الذيب أحمد بن سعيد المنصوري من يقدم لنا انطلاقة الذيب. والمركز السادس الوصول مع نمرود سعيد بن علي بن مبارك بن رملي الاكتبي هو القادم على المركز السادس. المركز السابع سهم علي بن سريم بالأسود العامري من يقدم لنا سهم وأيضا القدوم والانطلاق مع العندليب طارق بن سالم بن ضحي الكعبي من يقدم لنا العندليب وانطلاقته المميزة، بينما الوصول والتواجد مشاهدينا متابعينا الكرام مع شعار سعيد بن علي بن صبيح بن طناف الراشدي من يقدم لنا العرندس في هذه اللحظات، بينما أيضا القدوم مع مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون من يقدم لنا انطلاقة مبلش وأول نداء لمبلش القادم في هذه اللحظات والمتسلل بدوره إلى المركز التاسع. نكتفي بهذه الأسماء، نكتفي بهذه الشعارات. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، وشعار بن بروك على المركز الأول على الصدارة وعلى التحديات الأولى مع الأصفر خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري من يقدم لنا الأصفر على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول. يا سلام، يتواجد بهذا الأداء الكبير على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني الشبابي سلطان بن سالم بن علي العرياني من يقدم لنا الشبابي من يحتل المركز الثاني وثالث. التحديات والانطلاقات الوصول مع نمرود سعيد بن علي بن مبارك بن رملي الاكتبي هو القادم في هذه اللحظات على المركز الثالث والمركز الرابع. نتابع الوصول والانطلاق والتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. هنالك ايضا من يتواجد من الجانب الايمن، نتابع الوصول مع انطلاقة قناد لسيد خالد بن ناجي بن صالح بن سالم من يقدم لنا قناد، وهنالك الذيب أحمد بن سعيد المنصوري من يتسلل في هذه اللحظات، من بدأ يتقدم يتسلل من مركز إلى مركز في طريقه إلى مقدمة الشوط وإلى التحديات والمنافسة على الصدارة. بدورنا نتابع الأسماء القادمة ومن بدأ يتقدم في هذه اللحظات. وصل مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون من يقدم لنا مبلش، بينما القدوم مع مغذي محمد بن الطماطم بن حمد العامري من يقدم لنا مغذي وانطلاقة مغذي القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز السابع والمركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام. العندليب طارق بن سالم بن ضحي الكعبي والمركز التاسع. نتابع القدوم والانطلاق، وصل السيف علي بن سالم بن سعيد المسافر
الجعفري من يقدم لنا السيف، وايضا القادم على المركز العاشر شاهين، سيف مصر بن راشد العميمي من يقدم لنا شاهين في هذه اللحظات، ولكن العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة، الى التحديات الاولى، الى شعارك يا سلام. من يتواجد من بروك على المركز الاول على المقدمة وعلى التحديات الاولى؟ من يقدم لنا انطلاقة الأصفر؟ خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، من يقدم لنا الأصفر على المركز الأول؟ الأصفر على التحديات الأولى، بدأ يباعد المسافة ما بينه وما بين بقية المشاركين، لينطلق الأصفر لسيد خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري. نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني لنتابع الذيب أحمد بن سعيد المنصوري، من يقدم لنا الذيب القادم على المركز الثاني والمركز الثالث؟ قناد خالد بن ناجي بن صالح بن سالم، من يقدم لنا قناد على المركز الثالث؟ المركز الرابع القادم الشبابي سلطان بن سالم بن علي العرياني، من يقدم لنا انطلاقة الشبابي؟ وأيضا القادم مغذي محمد بن الطماطم بن حمد العامري، من يقدم لنا مغذي في هذه اللحظات؟ أربعة أسماء مميزة أو خمسة أسماء مميزة بدأت بالانفراد مشاهدينا متابعينا الكرام، والمركز السادس الوصول معنا مرود سعيد بن علي بن مبارك بن رملي الكتبي، والمركز السابع نتابع الوصول مع شعارك يا بن مرخان، من بدأ يتقدم في هذه اللحظات مع لافي للسيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، من يقدم لنا لافي في هذه اللحظات؟ وأيضا هنالك المنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام، بدأت التحديات والانطلاقات مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، يا سلام، ولكن العودة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى التحديات الأولى يا بن بروك. بن بروك من يقدم لنا الأصفر؟ الأصفر الأصفر من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط؟ الأصفر سيد خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، ولكن من بدأ يقترب؟ قناد لسيد خالد بن ناجي بن صالح بن سالم، من يقدم لنا قناد الحاضر على ثاني؟ التحديات بدأت هنا، التحديات الثنائية المميزة ما بين الأصفر وما بين قناد، قناد والأصفر على تنافس المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، ولمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ الـ600 متر الأخيرة والخطيرة، قناد والأصفر، الأصفر وقناد، انطلق قناد، خالد بن ناجي بن صالح بن سالم، وهنالك الأصفر خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، يا سلام، لمن الناموس ولمن الفوز والانتصار؟ قناد 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 مع جولة التحديات مع جولة الأوامر، ينطلق قناد قناد قناد، خالد بن ناجي بن صالح بن سالم من يقدم لنا قناد على المركز الأول، بن بروك متواجد في دائرة التحدي والمنافسة، الأصفر الأصفر يعود من جديد، ولكن قناد قناد والأصفر، الله يا بن بيشان، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، وصل بن بيشان، بدأ يتقدم مع انطلاقة الفارس حمد بن محمد الفيد، بن بيشان العجمي، العجمي قادم، ولكن الأصفر قناد قناد، الفارس الفارس الفارس، سلام للمملكة العربية السعودية على هذا الفوز والانتصار، صار ابناء جوده حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي، من قدم لنا انطلاقه حياتي على المركز الاول، تهانينا والناموس لك يا بن بيشان. المركز الثاني، المركز الثاني قناد خالد بن ناجي بن صالح بن سالم، والمركز الثالث وصل على ثالث التحديات الاصفر خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، والمركز الرابع وصل مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين سيف بن مصر بن راشد العميمي، والمركز الخامس
المركز الخامس كان الوصول مع تواجد لافير لسعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. هكذا مشاهدينا متابعي الكرام يحضر شعار بن بيشان في الأمتار الأخيرة ويذهب بهذا السلام الغالي إلى أبناء المملكة العربية السعودية بتوقيت زمني 9:23 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لك بن بيشان على هذا الحضور المميز في هذا المهرجان الكبير. المركز الثاني وصل جناد بتوقيت زمني 9:23 6 أجزاء من الثاني جناد خالد بن ناجي بن صالح بن سالم. والمركز الثالث الأصفر خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري والتوقيت الزمني 9:23 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.